رئيس جمهورية الصين الجديد شي جين بينغ ربيب عائلة من أقوى عائلات الصين وأشدهم نفوذاً، أي من النبلاء الذين يتربعون على عرش قيادة الحزب الشيوعي. ليس بعيداً عن المدينة المحرمة يقع مقر الحكومة. ولد شي عام 1953 زمن حكم ماو تسي تونغ. كان والد شي من الكوادر العليا ووزير الدعاية لدى ماو. كان شي جين بينغ نجله الثاني. وحين كان شي في العاشرة من عمره أقال ماو أبيه أثناء الثورة الثقافية وعنفه ثم قام بسجنه. أرسل شي إلى مقاطعة شانغشي عام 1969 للعمل في الحقول، وكان في 15 من عمره. عاش في هذا المكان المتواضع مع الفلاحين البسطاء، ثم أصبح سكرتير الحزب في القرية وسمح له بالدراسة في بكين. انضم للحزب في 21 من عمره. بعد ذلك أعيد تأهيل أبيه. لقد أصبح شي الرجل الأول، وذلك بسبب أبيه، فهو ربيب الحزب ويريد ما يريدونه، وهو الإبقاء على قوة الحزب الشيوعي. ولا يعرف بعد ما الذي يريده أيضاً، وما الذي يمكنه فعله، وما هي حدوده. ففي الحزب تتصارع جماعات تشكلت حسب المصالح، وشي ليس سوى مرشح كحل وسط. وهذا ما يجعله معرضاً للضغوط. فسمعة الحزب تضررت جداً، وذلك لأن كوادره الفاسدة اغتنت بشكل فاحش خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، ما تسبب باستياء كبير لدى الشعب. وهكذا أعلن شي الحرب على الفساد. قبل 20 عاماً كان اختلاس ما قيمته 10,000 يورو كافياً لقضاء سنوات طويلة في السجن أو حتى لتنفيذ حكم الإعدام. أما اليوم فالموظفون يختلسون المليارات، والهوة بين الفقراء والأغنياء باتساع مستمر، وهذا هو ما يهدد استقرار المجتمع. يعلم شي أن عليه أن يكسب ثقة الشعب مجدداً بالحزب الشيوعي، لذا يظهر دائماً قريباً من الشعب، وهو كذلك فعلاً. فعلى عكس سابقه هو، فإن شي يتوجه للناس الذين يحبونه ويتوقعون منه الكثير. لكن شي جين بينغ يختلف عن غورباتشوف، فهو مع الإصلاحات لكنه ضد الحريات المدنية، والحزب الشيوعي يجب أن يبقى كما هو القوة الوحيدة في البلاد.